أكاديمية العزيز النموذجية السلطة. الصف الأول أساسي، مادة رياضيات تطبيقات 1 و2. والآن أعزائي الطلبة، في هذا الدرس سوف نقوم بعد التعرف على بعدما قمنا بالتعرف على القطع النقدية، سنقوم بالتعرف على قيمة كل مجموعة مختلفة من النقود، وكذلك الأمر سنتعرف على طريقة حساب القيمة المطلوبة مني عند الشراء و كم يتبقى لدي باستخدام عمليات الجمع والطرح. لنذهب إلى كتاب الطالب صفحة 49 وتطبيقات 1. في هذا الدرس مطلوب منا إيجاد المجموع. في المجموعة الأولى لدي 50 قرشا و25 و10 قروش و5 قروش، يصبح الناتج 50 و25 75 و5، 80 و10 90، يساوي الناتج 90 قرشا. نذهب إلى بائع العصير. عصير البرتقال لديه 60 قرش. لدينا 4 مجموعات. مجموع هذه القطع النقدية المختلفة كل واحدة 60 قرشا. نذهب إلى المجموعة الأولى التي على يسار الكتاب. لدينا 5 قطع نقدية من فئة 10 قروش، مجموعها 50، وفئتان من قطع 5 قروش، يصبح المجموع 50 و10 تصبح 60. نذهب إلى المجموعة الثانية. لدينا قطعة نقدية فئة 50 وقطعة نقدية من فئة 10، يصبح المجموع 60 قرشا. نذهب إلى المجموعة الثالثة. لدي 25 وفئتان 10 قروش، يصبح 45، وثلاث فئات 5 قروش، يصبح المجموع 45 و15، 60 قرشا. نذهب إلى المجموعة الأخيرة. لدي 25 قرشا وثلاث فئات 10 قروش، يصبح 55، و5 قروش، يصبح المجموع 60 قرشا. والآن سنذهب إلى كتاب السيناريو تطبيقات 1 صفحة 39، سنقوم بالحل سويا. التحدي 1، ناتج بالقروش فيما يأتي. المجموعة الأولى لدينا مجموعة عملات، سنكتب الناتج في المربعات الفارغة. المجموعة الأولى 50 و5 55 و1 56، إذا نكتب الناتج 56 قرشا. ثم لدي 25 و1 26 و10 36، يصبح الناتج 36. لدي 5 و10 15 و10 25 قرشا، نكتب 25. لدي 25 و10 35 و5 40 و2 قرشان 42. التحدي 3، القطع النقدية يبلغ مجموعهما 75 قرشا بطريقتين، سيكون هذا واجبا على الدفتر، وذلك برسم مجموعة قطع نقدية، لكن يجب أن يكون مجموعها 75، ليست قطع نقدية متشابهة، تكون مختلفة، ما في مشكلة. والآن عزيزي الطالب سنذهب إلى تطبيقات رقم 2 في كتاب الطالب صفحة 50. نذهب سوية. افتح كتابك الطالب على صفحة 50. هيا عزيزي الطالب نذهب. لدينا صندوق فيه قائمة أسعار للخضار كما نجدها في محلات الخضار. لدينا الصنف ولدينا السعر. سنقرأ المجموعتان. كيلو الخضار 27، كيلو الفلفل 33، كيلو باذنجان 25، كيلو الملفوف 15، كيلو الكوسة 35، كيلو ليمون 55، الخس 20، كيلو الجزر 40. هذه قائمة الأسعار. ماذا نستفيد منها؟ نتعرف على أسعار الخضار. فنحن عندما نذهب للشراء يجب أولا نتعرف على السعر، ثم معرفة إذا كان المبلغ يكفينا أم لا باستخدام عمليات الجمع والطرح. فمثلا نريد شراء كيلو باذنجان وخس، 25 + 20 يساوي 45، ولنقل أن معنا 75 قرشا، 75 - 45 يصبح الناتج 30، إذا يتبقى لدي كذلك 30 قرشا. لنفرض أن والدتك
طلبت منك الذهاب إلى محل الخضار لشراء كيلو خيار وكيلو جزر، ومعك 80 قرشا. لنرى، 27 زائد 40 يصبح الناتج 67، ومعك 80 قرشا. 80 ناقص 67 يصبح الناتج، تبقى لدي 13 قرشا. والآن لنذهب إلى أتعلم. أتعلم أسفل الصفحة، لدي 4 أشخاص، كل لديه مجموعة من القطع النقدية. سنقوم بجمع هذه القطع النقدية لتعرف كم معه، ثم نعرف هل يستطيع شراء الأشياء التي أخذها أم لا. المجموعة الأولى 35 قرشا، يريد شراء مصاصة بقيمة 15 قرشا وسيارة صغيرة بقيمة 19 قرشا. 15 نكتب زائد 19 يصبح الناتج 34 قرشا، ومعه 35. 35 ناقص 34 يتبقى لديه قرشا واحدا. المجموعة الثانية معه 60 قرشا، يريد شراء علبة عصير بقيمة 25 زائد 34 يصبح الناتج 59 قرشا، ولديه 60 قرشا، إذن يستطيع الشراء، لأن 60 ناقص 59 يبقى لديه قرشا واحدا. المجموعة الثالثة معه 75 قرشا، يريد شراء دفترا بقيمة 23 قرشا وكتابا بقيمة 47 قرشا. 23 زائد 47 يصبح الناتج 70 قرشا، ومعه 75. 75 ناقص 70 يتبقى لديه 5 قروش. نذهب إلى المجموعة الأخيرة، معه 76 قرشا، ويريد شراء قطاران ثمن الواحد فيهما 38 قرشا. 38 زائد 38 يصبح الناتج 76 قرشا. 76 ومعه 76، إذن لا يبقى معه شيء، لأن 76 ناقص 76 يصبح الجواب 0. هنا قد تعلمنا كيفية إيجاد مجموع الأغراض التي نشتريها ونطرحها من المبلغ الذي معنا، لنرى هل نستطيع شراءها أو لا. إذا نستطيع شراءها، إما أن لا يتبقى معي أو يتبقى معي نقود. أما إذا لم أستطع شراءها فلا يكون مبلغ كافي لشراء هذه الأغراض. نذهب معا إلى كتاب التمارين وصفحة 38. نفتح سوية على كتاب التمارين صفحة 38. عزيزي الطالب، التحدي رقم 1، اكتب مجموع كل شيئين مما يأتي بالقروش. لدي روبوت بثمن 65 ودب بثمن 30، نكتب 65 زائد 30 يساوي 65 زائد 30 95. ب قلم بقيمة 5 قروش وعصير بقيمة 20، 5 زائد 20 يساوي 25. جيم 30 ثمن الدب و20 ثمن العصير، 30 زائد 20 يساوي 50. نكتب في المربع 50 ونكتب العملية الحسابية، عملية الجمع الحسابية أسفلها. دال 65 زائد 5 يساوي 70، نكتب 70 في المربع ونجري عملية الجمع على الكتاب. التحدي رقم 2، إذا كان معي 38 قرشا فكم قرشا يبقى معي عند الشراء؟ أولا أريد شراء موزة ثمنها 20، نقول 38 ناقص 20 يساوي 18 قرشا يتبقى معي. نكتب في الصندوق. ب معي برتقالة ثمنها أريد شراءها 10 قروش، 38 ناقص 10 يتبقى معي 28. جيم معي مطر، أريد شراء مطرة ماء ثمنها 15 قرشا، 38 ناقص 15 يتبقى لدي 23 قرشا. دال أريد شراء حبة حلوى ثمنها 5 قروش، 38 ناقص 5 يتبقى معي 33 قرشا. والآن سنذهب إلى تحدي 3، ماذا أستطيع أن أشتري من هذه الأشياء وكم يبقى معي؟ معي نحسب معا 50 و25 و75 و84 قروش 84، إذن المبلغ الذي معي 84 قرشا. ماذا أستطيع أن أشتري؟ لنتعرف سوية. سأقوم عزيزي الطالب بفرض
نوعان من الأغراض التي أستطيع شراءه، وأنتم تقومون بكتابة أكثر من افتراض ماذا يمكن أن أشتري وكم يبقى معي. أولا، دفتر بقيمة 20 قرش وألوان ب35، 20 + 35 يصبح الناتج 55، 84 ناقص 55 يتبقى لدي 29 قرشا. والآن عزيزي الطالب، ستقوم باختيار سلعتان، تقوم بجمع ناتج قيمتهما ثمنهما ثم طرحه من المبلغ الذي معي وكتابته على الدفتر. إذن تعرفنا أن الواجب هو حل تحدي رقم 3 صفحة 37، وكذلك حل تحدي 3 صفحة 38 على الدفتر. كانت معكم معلمتكم عبير حياصات، روضة ومدرسة أكاديمية العزيز النموذجية. نلتقي بالقمة، نراك هناك. مع السلامة، وكل عام وأنتم بألف خير.